على مائدة الزمن مقلوبة. يعد طبق مقلوبة اللحمة والباذنجان وحدة من أشهر المأكولات الشعبية بدول بلاد الشام، لا سيما فلسطين وسوريا، مع اختلاف بسيط بطريقة تحضيرها، إلا أنها بتحتوي بشكل أساسي على اللحم والرز والباذنجان. تعتبر أكلة المقلوبة من الأكلات القديمة، لذلك بتتعدد الروايات حول منشأها الأول وسبب تسميتها. الرواية الأولى بتقول إنه فلسطين هي أول دولة عرفت المقلوبة، وكانوا يسموها الباذنجانية بسبب استخدام الباذنجان كمكون أساسي فيها. لما فتح القائد صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس، احتفلوا الناس بهالنصر وقدموا للجنود طبق الباذنجانية يلي انعجب فيها صلاح الدين كتير. ولما سألهم عن اسمها وصفها بأنها مقلوبة، وذلك لأنه عادات تقديم هالطبق هو عبر قلبه من إناء الطهي للصواني. رواية تانية بتقول إنه هالطبق كان يسمى باذنجانية لفترة طويلة، ولكن مع مرور الزمن وإدخال مكونات إضافية فوق الطبق صارت تتسمى مقلوبة، لأنه بتم وضع الباذنجان بالأسفل مع بعض الخضار والرز، وبتم تكبيس الطبق وقلبه على وجهه الآخر وإضافة اللحم والمكسرات عليه، ولذلك سمي الطبق بالمقلوبة. أما الرواية الثالثة بتقول إنه أصول طبق المقلوبة بيرجع للعصر العباسي، خاصة إنه وصفات مختلفة لعمل هالطبق ترددت بأهم كتب للطبخ كانت موجودة بهيديك الفترة. ويعد كتاب الطبيخ لابن سيار الوراق أحد أقدم كتب الطبخ العربي، إذ تمت كتابته بين سنة 940 و960 الميلادية، الأمر يلي بدل على أنه هالطبق بيعود للعصر العباسي بالفعل. بعض الروايات بتقول أنه هالأكلة الفلسطينية اشتهروا فيها أهل الساحل على شواطئ البحر الأبيض المتوسط يلي كانوا بيعتمدوا بأكلهم على صيد السمك، وكانت أثناء تسمى الصيادية. كانوا بالماضي يضيفوا لإلى الباذنجان أو زهرة القرنبيط، ومرات بيضيفوا لإلى القرع الأصفر. بعدها انتشرت بين المناطق الفلسطينية الجبلية يلي استبدلوا فيها السمك باللحم والدجاج، ومن هيداك الوقت اتغير اسمها للمقلوبة. وبيتجه الرأي السائد إلى أنه انتشار أكلة المقلوبة واكب انتشار الفلسطينيين بعد نكبة سنة 1948، خصوصاً بالأردن وسوريا ولبنان وبقية الدول يلي وصلوا لها. وتقديم المقلوبة ما بيقتصر على شهر رمضان، وإنما بيتعديه لإفطارات صيام النوافل مثل يوم التنين والخميس وبعض المناسبات الدينية الأخرى. وعدا اشتهار المقلوبة بأيام جمع المقدسيين واجتماعات، كانت الطبق الأكثر تداولاً على موائد الصائمين الرمضانية بالمسجد الأقصى، حيث سادت صور وصور موائد المبعدين عن المسجد الأقصى الكائنة على أبوابه.